بالنسبة يا جماعة الدرس اللي فات في مشكلة حل المعادلات والمتباينات النسبية، أذكركم بها كده سريعا نفتكر مع بعض. تدريب على اختبار يا شباب، تدريب على اختبار، قول هنا ايه رقم صفحة 52 صفحة كم استاذ؟ 52 رقم 21 و22. نحاول نحل كده مع بعض. قول هنا ايه يا شباب، ما حل المعادلة؟ جيب لك طبعا ايه، عايز رقم ايه يعني كم، يعني عايز قيمة ايه؟ 11 على ايه زائد 2 ناقص 10 ايه زائد 5، كل ده بتساوي 36 على ايه تربيع زائد 7 ايه زائد 10، على ايه زائد 10. يلا يا جماعه عايزين افكاركم. اول حاجه نحلل المقدار الثلاثي، اول شيء نحلل المقدار الثلاثي. ماشي صح يا شباب، نحلل المقدار الثلاثي. اديني كم وكم؟ ايه زائد 5 وايه زائد 2، ايه وايه ضربهم 10 وجمعهم 7 يبقى 5 في 2. انا غير كده كله زائد، لان 10 موجبه وال7 برضه حد الاوسط برضه ايه موجب. لاحظ كده ايه زائد 5 هي نفسها ايه زائد 5، وزائد 2 هي نفسها ايه؟ ايه زائد 2. يعني اذا حبيت تعمل تجيب مثلا اللي هو الليست كومن مالتيبلاي هو نفسه ده يا شباب، هو نفسه ده هتبقى الايه زائد 5 زائد 2 بالظبط كده تمام. بعدين استاذ ارجع اضربه فوق، ممكن اضرب ده في كل المعادله، دي حل طريقه، ده الحل مش كل الحل بس طريقه من ضمن الطرق يعني. ممكن برضه اوحد المقامات عادي، هنا ممكن اوحد المقامات بالنسبه لده يا شباب، وفي الاخر المقام هتلاقيه زي المقام، يبقى البسط يساوي زي البسط، المقام زي المقام، يبقى المقام يساوي البسط يساوي البسط. تتحل برضه اكثر من طريقه زي كده، تعال حلها بها كده عشان نغير. مش عايزك تبقى على رتم واحد بس، هي دي صح ولا صح؟ قلنا هوحد المقام يا شباب الى الاي زائد 2 مضروبه في اي زائد 5. طيب والمقام ده عامل فيه ايه؟ اقسمه على المقام الاولاني ده، اي زائد 5 راح مع اي زائد 5 يبقى لك اي زائد 2، يبقى 11 في اي زائد 2 ناقص. المقسم برضه نفس المقام ده يا شباب، نفس المقام ده على المقام ده اي زائد 5، اي زائد 5 تروح مع اي زائد 5 يتبقى لك اي زائد 2، يبقى ناقص 10 في اي زائد 2، كلنا بتساوي 36 على اي زائد 5 في اي زائد 2. فلاحظ عندك هنا ايه؟ المقام نفس المقام صح؟ المقام زي المقام. اذا انا سالتك من كده البسط يساوي البسط يا شباب، البسط يساوي البسط، اضرب بمره 11 جوه هنا يبقى 11 في ايه ب 11 ايه زائد 11 في 2 ب 22 ناقص. مو في 5 لسه؟ ايه؟ مو في 5 عشان ايه زائد 2 تروح مع ايه زائد 2 يبقى ايه زائد 5 المفروض. ايوه صح صح. لا استنى انت قصدك على دي؟ لا انا هنا عملت حاجه ثانيه. ايوه اللي جنب ال 11. هي فيهم واحده ما هي مظبوطه، ايه زائد 2 لما قسمت ده على ده يبقى ده ايه زائد 2. لما قسمت هنا ايوه هذه صح. يبقى هنا 5. صح كده؟ ايوه كده يبقى ده 55. 5 نمسحها بس. ما شاء الله عليك يا شرف. تمام. ايوه كده يا جماعه الناس تصحى معانا. يبقى ده 55 اهي. نضرب برضو 10 في كله. سالب 10 في ايه؟ بسالب 10 ايه؟ سالب 10 في 2 بسالب 20. هيساوي الطرف الثاني اللي هو 36. طب والمقامات يا استاذ راحت فين؟ المقام راح مع المقام. ان المقام ده كل المقام ده يساوي المقام ده، خلاص راحوا مع بعض. يلا 11 a ناقص 10 a تبقى a واحده، 55 ناقص 20 35 تروح الطرف الثاني باشاره سالبه سالب 35 هيبقى 36 ناقص 35 هيساوي 1، يبقى الـ a بتساوي 1 يا جماعه. اختيار رقم كام؟ عندك اختيارات اول رقم دي، دي هي اللي صح. ماشي مفهوم يا شباب؟ شوف غلطه بس رقم في اشاره المساله كلها بتبوظ.
اللي جنبها بيقول لك ايه؟ ما قيمة اكس في المعادلة دي؟ قيمة اكس واحد على اكس مضروبة في اكس ناقص واحد على مين؟ على اثنين، كل ده بيساوي اربعة. معادلة، معادلة يا جماعة بسيطة جدا اهي. بيقول لي هنا ايه؟ ما قيمة اكس في المعادلة دي؟ ماذا نفعل؟ أستاذ أجيب القاسم المشترك الأصغر. اهدى شوية يا عبد السلام، ركز. هنا علامة إيه بينهم؟ هنا علامة إيه؟ ضرب ضرب ضرب. طيب نضرب هتلاقي مضرب. أضرب تبادل، أضرب مقاس. مش تبادلي، لا مش تبادلي يا جماعة. أنا بضرب تبادلي لما يكون بينهم علامة يساوي. بقول لك كده مثلا 2 على 5 تساوي 3 مثلا على إكس. كده اضرب تبادل يا جماعه، 2 في اكس اضرب 5 لما يكون بينهم علامه تساوي. طيب اما يكون عندك جمع وطرح، اوحد المقامات او اجيب القاسم المضاعف المشترك للمقام واشتغل. انما هنا ضرب يا جماعه، اضرب عادي جدا، اضرب بسط في بسط ومقام في مقام، البسط في البسط والمقام في المقام، او 1 في اكس ناقص 1، اكس ناقص 1 زي ما هي في المقام، اكس مضروب في 2 ب 2 اكس. الغريب في كده هتساوي 4. واضحة؟ ضربت بسط في بسط مقام في مقام عادي جدا يا جماعة. أما تضرب بالظبط أرقام 3 مضروبة في 5. وهنا مثلا إيه؟ هنا 7 كده أهي. طب وكده على 2 مثلا. اضرب بسط في بسط مقام في مقام. هدف 5 15، 2 في 7 14. زي كده بس. طيب هنا عملنا ايه يا جماعه؟ استاذ اقدر ابدي ناقص واحد بالاشارات العكسيه؟ نوديها فين؟ عند الاربعه. هي حد لوحده يا عبد السلام دي؟ هي سالب واحد حد لوحده؟ هل احنا قسمناها مثلا نقول ايه؟ خلي بالك انا اعمل كده امتى؟ لما اقول كده اكس على 2 لوحدها، اكس على 2 ناقص واحد على مثلا على كام؟ على 2. استاذ اكس اكس يروح مع اكس. وبرضه دي ما تنفعش يا عبد السلام. ان بينهم في علامه طرح موجوده. لو كان ضرب بس اختصر. استاذ نضرب ضرب تبادلي؟ ايوه تبادلي، شويه يا شباب تبادلي. ضرب التبادلي يا جماعه. علامه اليساوي موجوده عندك ده كسر وده اخليه كسر هو كمان. خلي مقامه واحد. وضع ضرب تبادلي 4 ضرب 2 اكس 8 اكس، 1 ضرب اكس ناقص 1 زي ما هي اكس ناقص 1، ودي 5 مع 8 هتبقى 7 اكس هتساوي سالب ايه؟ 1. هقسم على 7 يبقى اكس بس هتساوي سالب 1 على مين؟ على 7. ده اللي صح. اختيار يا جماعه صح سالب 1 على 7 رقم كام؟ سي. سي هو اللي صح. يبقى نصبر كده يا شباب، ما اقدرش يا عبد السلام اختصر حاجه لما يكون بينهم زائد وناقص. عندك هنا واي ناقص 3 على واي، مستحيل اختصر دي مع دي، مستحيل. في علامه طرح، في علامه طرح، الا انك تعملها تقول له ايه؟ بتساوي واي على واي ناقص 3 على واي. ماشي، هتساوي 1 ناقص 3 على واي. ده كده جبت بشكل ثاني مختلف بس، لكن نفس الكلام. انما اختصر ده مع ده مستحيل، رياضيا غير مقبول 100%. فدي يا جماعه معادلات سهله وبسيطه، وان شاء الله برضه الاختبارات باذن الله حاجات زي دي. يعني ما هتلاقي فيها تعقيدات، هتلاقي دايما في حاجات بسيطه زي كده يا شباب، بسيطه. نجيب كده يا جماعه دليل المراجعه، دليل المراجعه يلا عندنا. طيب قبل دليل المراجعه يا شباب، نحل بس متباينه معلش سريعا، ما حدش متباينات دلوقتي خالص، متباينه سريعا كده يا جماعه. يلا قول هنا ايه؟ 3 على اكس برضه بسيطه جدا، زائد 7 على اكس اكبر من 9. يلا يا شباب متباينه اهي. اول حاجه اعملها ايه؟ اجيب اشيل الاكبر منه احولها يساوي. يساوي، واجيب كمان القيم المستثناه من المقام اللي هو صفر.
الصفر كمان اللي يخلي المقام صفر اهو جنب كده اكتبها اكس بتساوي صفر دي كمان مستثناه. طيب على جنب اهي هخلي العلامه الاكبر ده يا شباب علامه يسار واشتغل عادي جدا 3 على اكس زائد 7 على اكس بتساوي 9 واحلها عادي المقام بتوعها جاهز اهو لاحظ كده اكس واكس نقدر نجمع ايوه نجمع هنا عادي يبقى 3 زائد 7 على اكس واحده لحد يقول زائد 2 اكس تحت تجمع المقامات ده يا جماعه حاله جمع القصور شرط اساسي اوحد المقامات وما تتجمع ولا تطرح حتى زي ما هي زي ما قلت قبل كده مثلا ايه ثلاث اخماس ناقص 50 هيساوي خمس خمس ما تقوليش بقى 5 ناقص 5 صفر تحت المقام واحد يقول لك 3 ناقص 2 ب شوف الناس بتعمل كده بصراحه أنا أقسم بواحد وتحت صفر زي كده تبقى كلمة غير معروفة غير معينة طبعا غلط يا جماعة 100% غلط طيب هاي كل ده بيساوي 9 شباب على 1 أهي في علامة يساوي أهي يساوي يبقى ضرب تبادل يا شباب ضرب تبادل 9 في إكس في 9 إكس هتساوي 3 في 1 أزيد 7 بكام 10 10 إيه اقسم الطرفين على 9 على 9 يا شباب يبقى اكس هتساوي كام؟ 10 على 9 اكس بتساوي 10 على 9 اللي هي 1 و10 و1 و9 قصدي معلش 1 و9 1 و9 دي اكس يا شباب هل القيمه دي يا شباب بتاثر في المقام؟ طبعا لا لان كان مجمع امسح كل ده مش عايزه كل ده مش عايزه يا شباب انا عايز بس ايه القيمه بس 1 و9 والرقم ده واكس برضه بتساوي 1 و9 بس ده اللي انا عايزه يا شباب هعمل فيهم ايه؟ احطهم على خط الاعداد واحنا قسمنا كده قسم الاثنين دول قسموا المستوى الى ثلاث مناطق ان هم رقمين هيقسموا المستوى عندي الى ثلاث مناطق طيب بعدين اشوف انهي منطقه يا شباب بتحقق فيها المعادله دي متباينه انهي منطقه تحققها هرسم اهو خط اعداد ونقسم ونحط فيه ارقام عليها وسط. اول نقطه الصفر. خلي الصفر نقطه دقيقه هنا يا جماعه، هنا صفر. وهنا كده مثلا 1 و9. خلي مسافات بينهم. هجرب مثلا رقم يا شباب في المنطقه الاولى اللي هنا. اجرب كام؟ اسهل رقم. اثنين. اثنين على طول، ما تجيبش ارقام كبيره، الارقام من اصغر حاجه. اكس بتساوي اثنين، وطبق وشوف. يبقى ثلاثه. هل ثلاثه؟ على 2 زائد 7 على 2 اكبر من 9 3 على 2 يعني 1 ونص و7 على 2 3 ونص هل هي اكبر من 9 يا شباب؟ 1 ونص لا لا مستحيل 4 5 5 اكبر من 9 طبعا لا لا يستاهل طيب ماشي تمام يا جماعه ما ينفعش طبعا ناخد المنطقه الثانيه يا شباب المنطقه دي خلاص لا تصلح المنطقه الثانيه يا جماعه ناخد رقم كام؟ بين الصفر والواحد والتسعة ناخد ايه يا جماعة؟ ها؟ بين الصفر والواحد سالب واحدة سالب واحدة سالب واحدة على اليسار على خط الأعداد يا جماعة واحد. واحد. واحد واحد ممكن واحد ممكن ممكن نص بس الأسهل واحد الأسهل واحد اكس بتساوي واحد يا جماعة يبقى 3 على 1 فيها 3 زائد 7 على 1 فيها السبعة هل أكبر من 9 10 اهي أكبر من 9 بتفكر هي مش فكر حاجه انا مستغرب انك بتفكر في 10 اكبر من 9 بتفكروا طبعا اكبر منها يا جماعه يبقى دي تبع الحل اهي بين صفر وواحد وتسعة شوف المنطقة الثالثة يا جماعة دي أقل من صفر نشوف رقم أقل من صفر سالب واحد سالب واحد نقول مثلا اهو اكس بتساوي سالب واحد نجرب 3 على سالب واحد فيها سالب 3 7 على سالب واحد سالب 7 هل هي اكبر من 9؟ طبعا لا لا يا استاذ الطرف اليسار سالب واليمين موجب يبقى اقول له كده يا جماعه الاكس اهي الحل عندي اكبر من صفر واقل من 1 و9 واحد خلي بالك يا شباب بره الثانيه برضه ممكن يكتب الاختبار اختيارات يكون هنا علامه اليساوي مع دي او هنا بقول علامه يساوي مع دي كده يا جماعه طبعا دي غلط
دي كده غلط يا جماعه، ماشي، سواء هنا او هنا ما ناخدهاش، ناخد اكبر من واقل من بس بدون اليساوي. نقيم دي لا لا تصل. واضحه يا جماعه دي؟ خلاص سهله. طب نشوف بقى خلاص الايه المراجعه على الدرس الاولاني في الوحده، اول درس يا جماعه اللي هو كان بيقول لك ايه ضرب العبارات النسبيه وقسمتها تبسيط، يعني تبسيطات. نشوف كده مثال عليها. شوف مثلا مثال رقم ايه يا شباب، رقم 11 مثلا، 11 عشان فوق فوق شكله تافه، يعني سؤال تافه جدا. يلا بقول لك هنا ايه؟ اكس تربيع ناقص 2 اكس ناقص 8 على اكس تربيع زائد اكس ناقص 12، كل ده ضرب اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 15. طبعا الناس قاعده دلوقتي اللي هي اللي شغاله معايا بخوف في التفكير التحليل ده كله، بحلله من دلوقتي قبل ما نتكلم باي شيء. اكس تربيع زائد 7 اكس زائد 10. يلا يا جماعه هنحلل. بس هذا اول شيء افك المقدار الثلاثي، هنفك كله، كله ثلاثي هنا، كله ثلاثي يا شباب. ضرب اللي فوق رقمين ضربهم 8، الفرق بينهم 2 4 و2، يبقى واحد 4 واحد 2. الاشارات مختلفين عشان في سالب 8 نفس الوصف. الاربعه تاخذ السالب، الاربعه سالب والاثنين نور. تمام، واللي تحت منه يا جماعه رقمين ضربهم 12 والفرق بينهم 1. ها كم في كم ب 12؟ الفرق بينهم 1 3 في 4، 3 في 4، 3 اهي 4. الاربعه تاخذ اشارات الاربعه ايه؟ اربعه موجود، اربعه زي الاوسط ودي سالب. اكس زائد 4 الموجب هي الاوسط. طيب ماشي الثاني يا جماعه، الثاني يلا. اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 15، رقمين ضربهم 15. 5 في 3. والفرق بينهم كام؟ فعلا 5 في 3، الفرق بينهم 2. مختلفين لان 15 سالب اهي، 15 بالسالب. يبقى الكبير زي الاوسط، الكبير ايه؟ موجب. الكبير موجب زي الاوسط. اهي يا شباب. اللي تحتها رقمين ضربهم 10 ومجموعهم 7. 5 و2 يبقى 2 و5. اشارات كله ايه؟ كله موجب. نختصر بقى عشان كده مع بعضه، لو في شيء يروح مع بعضه نختصر. يلا هتلاقي فوق اكس زائد 2 مثلا معانا، تحت ايه؟ اكس زائد 2 راحوا مع بعض. ايه تاني؟ استاذ اكس ناقص 3 واكس ناقص 3. اكس ناقص 3 واكس ناقص 3 صح يا شرف. واكس زائد 5 واكس زائد 5. مين باقي لنا يا شباب؟ باقي لنا اكس ناقص 4 اكس سالب 4 ناقص 4 اكس زائد 4. جميل صح كده. ودي يا جماعه ابسط صوره لها، دي كده ابسط صوره. الدرس الاول يا جماعه ما يجي غير كده بس، جت زي كده يعني محتاج منك تعرف التحليل، تراجع على التحليل. اللي برضه ناسي شاب التحليل ده ارجع لكتاب ثالثه متوسط الترم الاول، الترم الثاني اقصد، الترم الثاني هتلاقي فيه التحليل جاي برضه بالتفصيل. واللي عنده اي حاجه صعبه في التحليل اسالني انا راجع معاك في اي وقت. قول لي التحليل مثلا فرق بين مربعين صعب، فرق بين مكعبين، مفهوم مكعبين، اكمال مربع، زي ما نعرف مربع يا جماعه برضه. كل ده سهل بس انت ذاكر واسال. نشوف كده يا جماعه في حاجه كمان اسمها ايه؟ الكسر المركب يا جماعه، الكسر المركب. وقلنا يا جماعه قبل كده لما تلاقي عندك مثلا ايه؟ كسر مثلا 2 اكس زائد 1 على 3 مثلا زي كده، وهنا 5 اكس ناقص 2 على 3. ركز كده معاك السؤال ده. استاذ اكتبها بالضرب وابدل. طب في حاجه ثانيه سريعه يا عبد السلام كده سريعه. لما نقلب، لما اقلب الكسر ده مش شكل بتطلع فوق صح؟ صح ايوه. وهنا ده تحت اهي، ده تحت، يبقى ممكن تروح مع دي من بدايه خالص.
من الاول خالص اقول له بتساوي كده 2x زائد 1 على 5x ناقص 2. يبقى المقام اللي هنا زي المقام اللي هنا يروحوا مع بعض من البدايه خالص يا شباب. يبقى البسط الاول على البسط الثاني بس ونحل. وضحت؟ انا بقول لك كده ليه؟ لما يجي لك مساله بالنظام ده ماشي تخلص منها حاجه تكسر على طول، خلص منها بسرعه عشان تكون سهله معاك. هنا ان في مثال زيها بالظبط ده يا شباب يشبهها ويقول لك ان ايه؟ اكس تربيع زائد 3 اكس، اكس تربيع زائد 3 اكس طيب ناقص 18 كل ده على اكس زائد 4 اقسم كسر الاكبر كام؟ اكس تربيع زائد 7 اكس زائد 6 برضه على اكس زائد 4 غير نفس الفكره اللي انت فهمت شويه. نعمل ايه هنا؟ استاذ اكس زائد 4 هيروح مع بعض. ايوه من البدايه من البدايه هي يا جماعه من البدايه يروحوا مع بعض. اللي ده في المقام وده في المقام. هتساوي اللي فوق اهو اكس تربيع زائد 3 اكس ناقص 18. هنا اكس تربيع زائد 7 اكس زائد 6. طيب يا جماعه هو مش هتعرف تعمل كده، افرض انت نسيت الحكايه دي، اشتغل عادي. اكتب الكسر الاول اللي هو ده على بعضه، علامه القسمه خليها ضرب وشقلب الكسر يا جماعه عادي، يبقى ده في البسط فوق وده في المقام واشتغل، مش اي مشكله خالص، ده صح وده صح. نحلل يا جماعه اهو اللي فوق رقمين ضربهم 18 والفرق بينهم 3 اكس واكس 6 و3 6 و3 تمام. الاشارات الكبير ايه؟ الستة موجب يبقى الستة موجب ودي سالب. طيب الثانية رقمين ضربهم ستة ومجموعهم سبعة. ها؟ ستة وواحد. ستة وواحد صح. صح يا شباب. ستة وواحد كله ايه؟ كله موجب لأن كله هنا موجب. اختصر. اكس زائد ستة. اكس زائد ستة يروح معاه. بقى لنا كده اكس ناقص ثلاثة على اكس زائد واحد. هيا يا شباب. السؤال ده شكله كبير ضخم ولكن في الاصل بسيط جدا اهو اسهل الخيال جاب بس خطوتين اثنين بس خطوتين الخطوه الاولى بتحذف والثانيه بتكتب التحليل وايه تختصر يجي لك الحل على طول مباشر. طيب نيجي بقى للدرس الثاني يا شباب الدرس الثاني اللي هو جمع العبارات النسبيه جمع العبارات النسبيه نحن بس نفتح الباب يلا يا جماعه قلنا يا جماعه في شرط عندي في جامع العبارات النسبيه ان لازم اوحد المقامات لازم المقام يكون زي المقام ما اقدرش اجمع كسر مع كسر او اطرحه بدون ما يكون موحد المقام يا شباب قول لي هنا ايه مثلا رقم 16 طبعا شايفها سهله ما فيهاش مشكله بس ناخدها طيب بسرعه كده سريعا اذكركم بها بس 4 a b زائد 5 ايه على مين؟ 6 ب تربيع 6 ب تربيع بقول يا جماعه هنا بسط العباره دي بسطها او جبناها في الجامع اول شيء اوحد المقام واحد المقام مقام المقامات في المقام يتوحد ازاي؟ بطلب اكثر من المضاعف المشترك الاصغر اجيب المضاعف المشترك الاصغر لكله ممكن او اعمل ايه؟ هات المضاعف المشترك لكله بطريقه ماشي يا شرف يلا يبقى تحت كام؟ تحت 6 لانه ولا لا مو 6 مو 6 ما ينفع 6 استاذ اسوي اللي احط الرقمين جنب بعض بعدين اقسم ايوه 12 تطلع 12 4 و 6 صح هي 12 فعلا على الاثنين هنا فيها 3 هنا 2 اقسم على 3 فيها 1 فيها 2 على 2 فيها 1 اضرب كله ببعض 2 في 3 في 2 يا شباب اطلع 12 وهنا 12 طيب بعد الرموز اكبر شيء اخذ الاي موجوده واحده بس اخذها والبي اخذ الكبيره ونقسم يلا هقسم قياس المقام ده على المقام الاول 12 اسم 4 ب 3 ضرب 9 ب 27 اي على اي راحوا مع بعض بتربيع اسم بي بتربيع اهي يا شباب اسم بي ادينا بي واحده اهي زائد يلا
هقسم الثاني 12 اسم 6 فهل فيها 2 2 في 5 ضرب 5 يعني 10. ايه ما فيش حاجه زيها يا جماعه هنا، ما في زيها هنا، الضرب اللي فوق بس. يبقى ايه تربيع؟ طب بيت تربيع اسم بيت تربيع راحوا مع بعض بدا ابسط صوره يا جماعه كده خلاص ده كده طبعا ابسط صوره. استاذ اضرب في اللي في اللي فوق واقسم على اللي تحت. انا بقسم على المقام، بقسم المقام على اللي انا جبته ده، المقام ده اهو على المقام اللي عندي مثلا ده، والناتج اضربه في اللي فوق. تمام. طب نشوف مثال ثاني اسهل بارقام عاديه، نذكر فكره خطوه بس يا شباب. مثلا 2 على 3 زائد قول لك 1 على ايه؟ على 5. مضاعف مشترك مين يا شباب؟ مضاعف مشترك 15 ال 15 اي 15 اسم الثلاثه فيها الخمس خمسة. اضرب في 2 5 10 ادينا 10 زائد 15 برضه اسم 5 فيها 3 3 اضرب في الواحد اللي فوق ادينا 3 بتساوي 13 على 15. ده اللي بنعمله بالنسبه للرموز برضه، هو نفسه بالظبط ما فيش اي فرق. حبيت تحل بحاجه ثانيه برضه براحتك عادي يا جماعه عادي. يعني ممكن واحد يقول لك ايه، انا هضرب مثلا عايز المقام يكون زي المقام، اخلي مثلا كله 12 اضرب ده في 3 فوق وتحت مثلا. شوف كده الفكره برضو عشان اوصل معاك لكل مع التفكير. طب بتفكر ازاي؟ يا جماعه اضرب مثلا الاول ده في 3 فوق وتحت، في 3 في 3 وايه كمان؟ عايز يكون زي الثاني هنا ايه؟ صح؟ خلاص. طيب هنا بي واحده اضرب كمان مره في بي، بي كمان يا جماعه، وهنا بي تبقى بي تربيع. نيجي للمقام الثاني يا جماعه ده الثاني، اخليها زي ده اعمل ايه؟ 6 ادخلها 12 اضرب في 2 هنا في 2 وهنا في 2. هذه طريقه ثانيه صح؟ ايوه بس برضه سهله. طيب اللي هنا ما في ايه يا شباب؟ هنا ما في ايه تحت؟ انا عايز يكون في ايه زي دي؟ اضرب في ايه؟ وهنا ايه؟ وهنا ايه كمان؟ في دي تربيع. البي موجوده زي بعض كده، المقام زي بعض يا جماعه ولا لا؟ المقام كده كله زي بعض، 3 في 4 ب 12 و2 في 6 ب 12. ايه وهناك ايه؟ بي تربيع وهناك بي تربيع. تمام؟ شوف كده الحل فوق عامل ازاي؟ الحل فوق 3 في 9 27 بي زائد 10 ايه تربيع على مين؟ على ال 12 ايه بي تربيع. نفس الحل اللي فات، نفس الطريقه الثانيه يا شباب. يبقى باي اسلوب يعجبك، بس المهم يكون رياضيا صح، خطوات رياضيه صح، ما يكونش فيها اخطاء، ما يكونش تاليف يعني. واحده كمان تبقى واحده اخيره يا شباب عشان الوقت الحصه. بقول لك هنا ايه؟ 3 على 4 اكس ناقص 8، 4 اكس ناقص 8 طيب ناقص اكس ناقص 1 على اكس تربيع ناقص 4، اكس ناقص 1 اكس تربيع ناقص 4. يلا يا جماعه تبسيط، ها على واحد المقامات. اول حاجه نحلل الفرق بين الربعين، نحلل كله، نحلل الطرفين ده وده، نحلل الطرفين. تتحلل ازاي يا جماعه؟ ناخد الاربع مشترك. ايوه صح كده يا شباب، 3 لوحدها 4 مشترك، بقال لي هنا اكس ناقص كام؟ 8 اسمه 4 فيها 2. طب ناقص لازم اهو ده فرق بين مربعين، اعمل له قوسين يا جماعه اكس واكس جذر الاربعه ب 2 يبقى 2 و2، واحده موجب واحده سالب. ايه يا جماعه؟ عايز اعمل ايه بعد كده؟ اوحد المقامات صح؟ المقام توحد بكام يا شباب؟ توحد بكام؟ ها؟ اخذ كل حاجه اخذ منها واحده، كل شيء اخذ منه واحده. اكس ناقص 2 واحد، ناخذ منه واحد بس. الاربعه الاول ما تنسى الاربعه. ها اكس ناقص 2 ثم اكس زائد 2 زائد 2 اهي. يلا المقام ده يا جماعه اللي جبته اهو اقسمه على الاولاني، 4 هتروح مع 4 صح؟ اكس ناقص 2 مع اكس ناقص 2 هيطلع اكس زائد 2، يبقى باقي لك بس 3 في اكس زائد 2 ناقص. يا
يلا نقسم تاني، أربعة هنا واحد فعلا أربعة كده فوق زي ما هي. إكس ناقص اثنين راح مع إكس ناقص اثنين، وإكس زائد اثنين تروح مع إكس زائد اثنين، صح؟ بالك بس أربعة يعني ضرب في مين؟ اللي فوق ده اللي هو الإكس ناقص واحد. نبسط بس يا شباب، يلا نبسط. إكس زائد اثنين يروح مع إكس زائد اثنين. لا هنا يروح إزاي؟ في علامة طرح يا سلام يا شايفها؟ طرح. لو دي ضرب يروح. لكن طالما هي طرحة أو جمع ما يروحش عادي، ما ينفعش يروح. لا يجوز. وعندنا في ثلاثة بره كمان إيه؟ يعني اضرب ثلاثة في القوس كله، ثلاثة إكس ناقص أو زائد، زائد كم؟ ستة ناقص أربعة إكس سالب أربعة مع سالب واحد يبقى زائد إيه؟ أربعة. على المقام يا جماعة زي ما هو، أربعة إكس ناقص اتنين في إكس زائد اتنين. البسط بيساوي إيه بعد كده؟ البسط تلاتة إكس ناقص أربعة إكس بسالب إكس. طيب موجب ستة موجب أربعة موجب إيه؟ عشرة. على المقام زي ما هو يا جماعة، على المقام زي ما هو إكس ناقص اتنين ها في إكس زائد كام؟ زائد اتنين. واضحة كده يا شباب؟ واضحة يا عبد السلام؟ يبقى يا عبد السلام أيوة. ما ينفعش ما يكون عندي مثلا كده اهو 16 ناقص 5 وبسرعة ما ينفع مقسومة مثلا على 4 اختصر دي 16 مع 4 ما ينفعش، لازم يكون ضرب أو قسمه، يكون هنا ضرب أو أفك دي الأول شوف هتطلع بكام، هيديك 11 على الإيه؟ على 4 على 4 اسمح لي كده، لكن اختصر مستحيل رياضيا ما ينفعش ابدا. واضح كده يا شباب؟ طيب نشوف كده حاجه سريعه بحيث نختم الدرس ده خالص، نختم الدرس. بقول لك هنا السؤال الاخير يا جماعه، بقول لك ايه؟ اوجد محيط المستطيل. جايب لي كده مستطيل يا جماعه، رسم اهو. راسم هنا مستطيل. عطينا طوله وعطينا عرضه. الطول عندك عباره عن واحد على العرض اصله واحد على اكس. زائد واحد والطول أربعة على إكس زائد ستة. وقال لي هنا إيه؟ أوجد المحيط يا شباب ثم اكتبه في أبسط صورة. أستاذ أجمعهم أضرب في اثنين. جميل جدا. فمحيط المستطيل الطول زائد العرض وأضرب كله في كام؟ في اثنين. أو بقول له هنا إيه؟ أربعة على إكس زائد ست زائد واحد على إكس زائد واحد. اما اضرب كله في اثنين يا شباب مره واحده يبقى دي 8 وتبقى دي 2. لازم اعملها بره اقواس بره واكتب 2 وكمان مره واحده وخلاص. اضربها في كله 8 و2. يلا يا جماعه الاحظ المقامات هيساوي ايه؟ اكس زائد 6 اكس زائد ايوه مضروبه في اكس زائد كام؟ 1. يلا اقسم يا جماعه على المقام ده على المقام الاول اكس زائد 6 يبقى اكس زائد 6 ابقى اكس زائد 1 اضربه في 8. ايوه يبقى لي بس 8 في اكس زائد 1 زائد اقسم على المقام الثاني يبقى اكس زائد 1 راحت اتبقى لك اكس زائد 6 اهو اكس زائد 6. تبسيط يلا اضرب بالتوزيع هنا وهنا وده برضه هنا وهنا يا شباب 8 في اكس يبقى 8 اكس زائد 8 زائد 2 في اكس زائد كام؟ 2 في 6 ب 12 على المقام اللي هو اكس زائد 6 في اكس زائد 1. طيب 8 اكس و2 اكس قلت لنا كام؟ 8 اكس و2 اكس ها 10 اكس. طب 8 زائد 12 20 ماشي يا شباب على اكس زائد 6 في اكس زائد 1. اللي فوق يا جماعه كده اختصرها، لو خدنا 10 مشترك هختصر حاجه ما تروح مع بعضها ولا زي ما هي؟ اجرب بس اذا هتروح منها حاجه خلاص ما تروح خلاص زي ما هي. لو خدنا 10 مشترك اترك في الاخر اكس زائد 2 ما في شيء زيها تحت يا جماعه، يبقى خليها زي ما هي كده وخلاص. بعد كده ابسط صوره ماشي يا شباب واضح كده ايه الحصه خلصت. حد عنده سؤال يا شباب؟ المره الجايه ان شاء الله هناخد ايه؟ باقي المراجعه يوم الاحد ان شاء الله باقي المراجعه مع اختبار الفصل. اتفضل اسمعني ماشي
احنا عاملين كل اسبوع اختبار. ماشي يا شباب، يلا بالسلامة يا جماعة. سلام. يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا عبدالله. سلام يا شباب، سلام يا سعد، بعث الله. جزاكم الله خيرا.